بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات سينما 4D ميجا تريننج. كلامنا النهاردة هيكون ان شاء الله عن الاضاءة والكاميرا. عايز بس احدد كلمة الاضاءة والكاميرا بان احنا هنتكلم عن بارامترات الاضاءة مش ضبط الاضاءة، لان ضبط الاضاءة ده بيجي في بروجكت كامل وعلى حسب الديزاين بتاعك. لكن احنا نتكلم على بارامترات الاضاءة بحيث تبقى انت عارف كل بارامتر في الاضاءة بيعمل ايه، فتقدر انك انت تظبط الشغل بتاعك على حسب ما انت تحب بعد كده في اي مشروع انت بتعمله. الحاجة التانية الكاميرا، انا هتكلم على بارامترات الكاميرا مش على الكاميرا انيميشن، احنا لسه ما دخلناش في الانيميشن، وما نخش في الانيميشن ان شاء الله او اما ندخل في المشاريع باذن الله يعني اكيد هيبقى في كلام على حركه الكاميرا. تعالوا اول حاجه نشوف السين اللي عندنا. يا سين ما فيهاش اي حاجه، فلور وسلندر وخامتين وخلاص. عشان نضيف الاضاءه بنروح ل لايت اند كاميرا. طبعا من هنا بقدر ان انا اضيف اللايتس واضيف الكاميرا. عندي اول حاجه في اللايت او اول نوع من اللايت، على فكرة هم كلهم نفس البارامترز بس في اختلافات بسيطة. هناخد اول حاجة اللايت. اللايت ده نوعه اومني لايت، خلاص يعني ضوء في هيئة نقطة. طبعا اللايت اول ما انت بتضيفه بيقوم مضلم الدنيا. هتقولي طب هي اولا قبل اللايت ده كانت منورة بايه؟ منورة عن طريق حاجة اسمها الاوتو لايت. الاوتو لايت بتيجي منين؟ من ريندر سيتنجز اوبشنز، هتلاقي عندك هنا اوتو لايت. طبعا بتحتاج انك انت تطفي الاوتو لايت، خلاص لو انت تشتغل جلوبال الومينيشن خلاص. وعلى فكره يعني لو ستها شغاله بتدي فرق بسيط، لكن اما بتتشال بتدي فرق احسن. فلو انت شلت الاوتو لايت وقفلت الدنيا كده وجيت شلت انت اللايت ده، خلاص لو انا عملت ريندر مفيش حاجة. ليه؟ لان انت شلت الاضاءة الافتراضية بتاعت الفيو بورت. لو رجعنا الاوتو لايت وجيت عملت ريندر، عمل لي ريندر باضاءة افتراضية. لكن بمجرد ما انت بتنزل اي لايت بيلغي الاضاءة الافتراضية. طيب تعالوا ننزل لايت من النوع بوينت لايت او اومني لايت. طبعا اللايت نازل في الارض، فانت بترفع اللايت فوق شوية كده، تاخده كده شوية يعني، بتحاول تظبطه على حسب الدنيا بتاعتك او على حسب الديزاين بتاعك ما بيحتاج كده. احنا حطيناه مثلا بالشكل ده كده. لو عملنا ريندر هنلاقيه طبعا نور بشكل احسن من الاضاءة الافتراضية. تعالوا ناخد اول بارامتر اللي هو الكالر. طبعا اقدر ان انا في الكالر ده اغير لون اللايت. ممكن اخد لايت واخد اللون السماوي كده، ولو عملت ريندر هلاقي الكالر بتاع اللايت اثر على حتى الخامات بتاعتي، وده الطبيعي. تمام بالمنظر ده كده مثلا هلاقيه بالشكل. عندي بعد كده الانتنسيتي اللي هي شده اللايت، اقدر ان انا اقللها او ازودها حسب ما احب. هي اخرها 100؟ لا مش اخرها 100، ممكن اجي هنا واقول له 200. تمام فيبقى اللايت بالشكل ده كده. عندي بعد كده التايب او نوع اللايت. طبعا نوع اللايت نازل اومني، على حسب ما انت نزل تقدر تقلبه سبوت او انفينيت او اريا. هنتكلم على السبوت والانفينيت والاريا بعد ما نخلص كلام على الاومني لايت. عندي بعد كده الشادو. الشادو نان، معنى ان الشادو بنان ان اللايت ده مش هيخلي اي جسم يرمي ضل. تمام. طيب في عندي من الشادو كذا نوع. لو انا ضغطت عندي حاجه اسمها شادو ماب سوفت، وده ظل او ظل بيكون ناعم وده ملائم للاضاءات الداخليه. عندي ري تريست هارد، وده بيبقى ظل حاد الحواف وده ملائم قوي لشغل الاظهار الخارجي او شغل المشاهد الخارجيه. عندي بعد كده اريا لايت، وده نقدر نقول عليه مور رياليستيك لايت، يعني اللايت الطبيعي. لو انا عملت شادو ماب سوفت
انا هروح لديسبلاي واقول له انهانسد اوبن جي ال بحيث ان انا اشوف الحاجه بشكل افضل، وكمان اقول له شادوز بحيث الظل يبان. طبعا ده الشادو ماب سوفت. لو انا جيت عملت كده هلاقيه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ظل ناعم الحواف. لو قلبته ريتريست هارد، انا هقلبه لكم هنا كده. لو احنا ريتريست هارد برجع اشوف في الرندر، شفتوا الحافه حاده قوي، يعني حافه حاده جدا. لو انا قلت له بقى اريا لايت، خلاص يمكن انا محتاج ان انا ازود الاضاءه شويه واعمل رندر. شفتوا الاريا لايت طالع بنعومه في حتت، وطالع او مثلا خافت في حتت وقوي قوي في حتت تانية، بيدي توزيع احسن للظل. لو انا جيت بعد كده قلت له فيزيبل لايت، فيزيبل لايت معنى كده ان الضوء ده مرئي. لو انا قلت بدل نان فيزيبل، اداني بقى حدود للضوء، حدود الضوء دي بتحكم فيها من الفيزيبيليتي. خلاص الاول انا عايز ابعد شويه كده عشان اوريكم حدود الضوء، ده الحد اللي الضوء هيأثر فيه. يعني انا عملت كده الضوء ده يدوب يدوب هيبقى لامس زي ما انتم شايفين كده، يدوب الضوء لامس مين؟ السلندر. طبعا مركز قوي هنا وبدأ يتلاشى كل ما بتطلع لبره. طبعا لو كبرت هدخل كده السلندر بتاعي في المدى المضي. ده لو انا عملته فيزيبل. طب لو انا عملته فوليومتريك، فوليومتريك بقى زي الفيزيبل بالظبط، بس الفرق ان بيديك حاجه عامله زي الضباب، بيديك حاجه عامله زي الضباب ويمكن تبان احسن مع السبوت لايت مش الاومني لايت، وهنشوفها مع السبوت لايت. لو بدل فوليومتريك قلت له انفرس فوليومتريك، على فكره انفرس فوليومتريك اللايت بيبقى جوه الاوبجكت مش بره، جوه الاوبجكت مش بره الاوبجكت. طبعا علشان نشوفه هحتاج ان انا اغير اللايت ده او السلندر ده، ممكن اشيله وممكن اروح اخد ريكتانجل واخلي الريكتانجل اكس زد بحيث يبقى على الارض، واخليه بالشكل ده كده مثلا، ارفعه فوق شويه كده، وهاخد كمان ريكتانجل كمان واحد زيه بالظبط، وهقلل الويتس شويه وهقلل الهايت شويه، وسلكت الاثنين دول ورايت كليك واقول له كونكت بلس ديليت كنترول زد زد زد، هقول له كونكت بس الاثنين مع بعض. طبعا دول هسيبهم زي ما هو، مش عايزه يعمل ديليت، او الافضل من كده اقوم سيلكت الاثنين دول واضغط سي احولهم اديتابل سبلاين واقول له كونكت واشيل دول ما عدتش عايزه. تمام. اجي بعد كده اروح للاكسترود نيربس واخد ده احطه جوه الاكسترود نيربس بالشكل ده. طبعا انا مش عايز على الزد لكن عايزه على الواي. تمام، حاجه بالمنظر ده كده. طبعا انا مش بصدد ان انا اتكلم على درس موديلنج، لكن هو بقى الموضوع كده. اقول له فيلت كابس من هنا وفيلت كابس من هنا، خلي دي مثلا اتنين ودي اتنين، خلاص وخلي ده مثلا باربعه وخلي ده باربعه، يعني حاجه بالشكل بالمنظر ده. او هخلي نون، لا مش نون، خلي كاب، خلي هنا كاب. هضغط سي ورايت كليك كونكت بلس ديليت، وعايز اقفل الكاب، عايز اقفل اللي تحت دي. هاجي على الايدجز او السيجمنتس،
واضغط في سيلكشن لوب سيلكشن واخد السيلكشن ده واضغط في واخد ستراكتشر واقول له ستيتش اند سكيو. هو مفيش اصلا نقط بس كده قفل النقط مع بعضها. بس كده انا عملت وعاء زي ده كده. طبعا ده كل ده الشادو على فكره اللي انتوا شايفينه ده كده خلاص. كل دي كل ده الضل. فاللي انا هعمله هروح للايت واقول له انفرس. شفتوا كده الضوء بقى فين؟ الضوء بقى جوه مين؟ جوه جوه الجسم مش بره الجسم. يعني كده لو انا رفعت حتى دي خليتها 300 وجيت عملت كده تمام، ولو انا جيت قلت له رجعت تاني قلت له فوليومتريك هلاقيه بالشكل. اظن واضح قوي فرق فوليومتريك عن انفرس. طيب هرجع ده ب 100 وارجع اروح قلت عايز اروح لفيزيبيليتي. انا هخليه فوليومتريك زي ما هو واروح لفيزيبيليتي. فيزيبيليتي عندي اللي بقى يعني عشان نبقى ما طولناش او ما طولتش عليكم في الموضوع هروح لجنرال واخلي اللايت ده مثلا وليكن ب 120 اعلى شويه واروح لفيزيبيليتي. عندي حاجه اسمها الانر ديستانس والاوتر ديستانس. الانر ديستانس اللي هي المساحه اللي الضوء بيكون مركز فيها قوي لو انا عليتها كده خلاص بالمنظر ده. الاوتر ديستانس المساحه اللي الضوء بيبقى وسط ويبدا يتلاشى فيها. طبعا في عندي حاجه اسمها ريليتيف سكيل، ده لو انا عايز اخلي الضوء بحجم خلاص بس مثلا في اتجاهات معينه ممكن. طبعا هو 100 100 100 اكس واي زد. لو انا عملت كده انا بزود في الاكس، لو انا عملت كده انا بزود دايره الفيزيبيليتي في الزد. ده بالنسبه لفيزيبيليتي. لو انا عملت ريندر هلاقيه بالمنظر ده كده. طبعا الجنرال 120 انا عايز اخليه مثلا ب 80 ولا حاجه يبقى بالمنظر حاجه بالشكل. طيب كده تمام. عندي بعد كده بعد فيزيبيليتي عندي ال شادو. طبعا الشادو انا بقى هرجع ده نون تمام بالشكل ده كده عشان اجيب الشادو هنا. وطبعا نعمل ريندر عشان اوريكم الشكل. طبعا هرجعه ب 110 عشان يبقى كبير شويه او خليه 120 عشان بس يبقى الشادو باين لكم خلاص بالمنظر ده كده. اعتقد ان انا هفتح لون الارضيه شويه عشان بس الشادو يبان حاجه بالشكل ده كده. لو انا رحت عايز اتحكم في الشادو ده هروح لشادو. عندي اول حاجه النوع بتاعه ممكن اغيره من هنا تاني ارجعه شادو ماب سوفت. الدنسيتي تقدر تقول عليها اوباسيتي، ممكن اخليها مثلا ب 40%. لو انا عملت كده هلاقي الشادو زي ما انتم شايفين ناعم قوي قوي قوي. الكلر ممكن اغير الكلر بتاع الشادو. عندي بعد كده الشادو ماب وكل الكلام ده اللي بيتحكم في جوده معالجه الظل. في بعد كده عندي حاجه اسمها النويز. النويز دي لو انا عايز اعمل ديتيلز للفيزيبيليتي بتاعه اللايت. يعني لو انا رحت للجنرال وخليت الفيزيبل بتاع اللايت فوليومتريك مثلا بقى بالشكل ده كده، ممكن اروح للنويز واقول له من النويز حط لي النويز على الفيزيبيليتي. لو قلت له الومينيشن هينزل النويز على اللايت وعلى الجسم لكن فيزيبيليتي على اللايت بس. هقول له فيزيبيليتي. لو انا جيت عملت ريندر شفتوا اصبح الموضوع عامل زي التراب زي الغبار. طبعا في كذا نوع للنويز، ممكن سوفت ممكن هارد ممكن ويفي. طبعا كده هلاقي فيه ديتيلز اكتر تمام زي ما انتم شايفين. هل بيتحرك؟ بيتحرك. ممكن اقول له مثلا الفيلوسيتي بتاعتك ب 40 فكده انا بزود التفكك بتاع النويز. في البرايتنس لو انا عايز اعمل ساتوريشن شويه. في الكونتراست. في الفيزيبيليتي سكيل طبعا ده كالعاده لو انا عايز احجم السكيل ممكن ازوده كده، ممكن ازوده على الزد كمان. هلاقي ان الديتيلز انتشرت قوي على الاكس وعلى الزد. طبعا الويند دي البارامتر بتاعها بواحد، لو بقت صفر يبقى التراب ده او الغبار ده مش هيتحرك. عندي بعد كده لينس. لينس دي
لو انا عايز احط طبعا السكه دي عمري ما بستخدمها هنا بصراحه، دي في الافتر افكت احسن 50 مره. هقول له لو انا عايز الضوء يبقى له جلو، طبعا هنا في كذا حاجه للجلو، ممكن اقول له فلاش لايت فيديني حاجه عامله زي كده بالظبط. تمام، بصوا مكان اللايت هيظهر ايه، حاجه بالظبط كده. بس طبعا كل البوست افكتس دي تتحط في الافتر افكت احسن 50 مره ما تتحط في السينما. فانا اقول له ان اكتف بحيث ارجعها تاني ان اكتف. سين لو انا عايز اعمل اكسكلود لجسم معين، على سبيل المثال انا عايز انور الجسم ومش عايز اثر على الارضيه، هقول له هات الفلور حطها لي هنا في الاكسكلود. كده لو انا عملت بالمنظر ده هلاقي الجسم منور لكن الارضيه مش واخده اي اضاءه خالص بالمره. ده لو انا عايز اعمل اكسكلود من الشادوز، خلاص. ده لو انا عايز اعمل اكسكلود من الالومينيشن زي ما انت شايف مفيش، خلاص. ده اللي من الشادو، اسف، كده زي ما انت ده كده الالومينيشن والشادو الاثنين كده من الالومينيشن والشادو. ده بالنسبه ليه اللايت او التحكم في بارامترات اللايت. طبعا بقى لو انا رحت شلت الارضيه ورحت لجنرال خليت التايب بتاع اللايت سبوت لايت، طبعا السبوت لايت البارامتر الاساسي فيه هو الروتيشن. لو انا جيت عملت روتيشن كده بالشكل ده، خلاص انا بزود عندي بس حاجات بسيطه قوي. ايه هو اللي بزوده؟ الحاجات اللي بتميز كل لايت عن التاني. يعني السبوت لايت ايه اللي بيميزه عن اللايت؟ السبوت لايت في حاجه زياده بس بتزيد في الديتيلز. في عندي انر انجل واوتر انجل، خلاص. الاوتر انجل اللي هو حجم الاضاءه الضعيفه، او المدى اللي القطر بتاع الضوء بيأثر فيه. طيب بس بيأثر فيه وهو يبدأ يضعف، لكن عندي الانر انجل ده اقوى مساحة للضوء. طبعا هنا هتبقى اقوى مساحة للضوء، بعد كده يبدأ من هنا لهنا يبدأ الضوء يضعف. لو انا جيت عملت كده شفتوا بقى النويز عمل ايه. في عندي بعد كده على فكرة حاجة اسمها الكونترست، لو عايز اعمل تباين بين النقط الضعيفة والنقط القوية في اللايت. عندي بعد كده شادو كاستر، كده مش هيعالج الضوء لكن هيستعمل اللايت ده كمصدر بس لاسقاط الظلال على الاجسام. طبعا انا كده كده قافل الديفولت لايت فما فيش رندر. فده بالنسبه ليه السبوت لايت واللي بيميزه عن الاومني لايت. في كمان في الفيزيبيليتي اتعكس الموضوع، اصبح ما عادش فيه انر واوتر، لا ده اصبح فيه ايدج فول اوف، تمام، وفول اوف. طبعا انا عملت الايدج في الاوف دي، اسف يا رب، في انر ديستانس واوتر ديستانس. لو انا عليتها كده وعليت دي كده كده هنلاقي ان الانتشار بتاع النويز على فكره بقى اكتر زي ما انتم شايفين، ما عادش متركز في الحته دي. اذا الانر والاوتر معاك في كل اللايتس. فاضل نوع بس عايز اتكلم عليه اللي هو الانفينيت لايت. خلي بالك انفينيت لايت ده ضوء غير معلوم المصدر وبينور السين كلها زي ما انت شايف كده، خلاص. لو انت عملت كده تقدر تقول عليه سكاي لايت او ضوء السماء. طبعا البارامتر الوحيد اللي بيخليه يشتغل مش المكان، لو غيرت مكانه خلاص ولا كانك بتعمل اي حاجه، لكن اللي بيخليه فعلا اللي بيخليه او اللي بيتحكم في اتجاه الاضاءه الروتيشن. لو انا عملت كده تمام، طبعا انت بتبص لده رايح فين، بتاخد درجات متفاوته من الاضاءه. طبعا ممكن اعمل كده، ممكن اعمل كده، فكده انا بركز الاضاءه على الجسم بتاعي. ممكن اعمل كده كده مفيش حاجه، لكن كده فيه، خلاص كده الاضاءه مركزه قوي، ماشي. فالانفينيت لايت انت بتتحكم فيه بالروتيشن، تغيير مكانه ما بيعملش حاجه. ده بالنسبه ليه الإضاءة والتحكم في بارامترات الإضاءة. إن شاء الله في الجزء، طبعا على فكرة قبل ما أنقل عايز بس أتكلم إن إحنا لو حطينا خامات
الدنيا بتختلف خالص. في الجزء اللي جاي هتكلم على البارامترز الخاصة بالكاميرا.